بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، صباح الخير لكم وبداية شهر جديد 1 سبتمبر. نسأل الله أن يكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه بإذن الله، وأن تبقى عمان على الدوام عامرة بالأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة في حلقة جديدة من قهوة الصباح. فريق العمل حضر لنا مجموعة من المتابعات وأيضا المساحات الحوارية، نتمنى لكم بإذن الله قضاء أوقات سعيدة وماتعة معنا. نستعرض لكم الآن فقرات قهوة الصباح لهذا اليوم على شاشة البرنامج بكل وضوح. أولى محطاتنا الحديث سيكون عن معرض الملكوت الافتراضي، بالإضافة سنستعرض معكم أهم الأخبار في الصحافة المحلية، وأيضا الحديث عن بدء موسم حصاد الرمان. وفي مساحتنا الأخيرة سنكون قريبين من أول عمانية تغوص بكرسي متحرك. صباحات مفعمة بالخير، وإن شاء الله أيامكم تكون كلها لطيفة مشاهدينا الأحبة. ننتقل بكم الآن إلى حالة الطقس، وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم إلى فقرة الصحافة، كونوا معنا. إذن تحية لكل من يتابعنا الآن عبر تلفزيون سلطنة عمان، سواء كان من داخل أو خارج السلطنة فلكم كل التحية والتقدير. وبشكل سريع أيضا مشاهدينا الأحبة نستعرض معكم بعض من عناوين الصحافة المحلية، ونبدأ من جريدة عمان. والخبر الأول يقول: رئيس هيئة البيئة يزور محمية جزر الديمانيات، ودول مجلس التعاون تراجع بنود اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية. والخبر الثاني: بلدية مسقط تتابع تقيد مراكز اللياقة البدنية والتجميل بالضوابط. والخبر الأخير: مناقشة مواد التباين بين الدولة والشورى بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة. أما الآن سننتقل بكم إلى جريدة الوطن. والخبر الأول يقول في جريدة الوطن: وزير الصحة يزور مستشفى نزوة وإبرة، ويطلع المسؤولين على مستجدات الوضع الحالي الدولي والمحلي للجائحة. والخبر الثاني: اعتماد برامج البكالوريوس 8 بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس. والخبر الأخير: لجنة التقنية والابتكار بالدولة تناقش ترتيبات الجلسة الحوارية لشركات الناشئة. أما الآن ننتقل بكم إلى جريدة الرؤية، والعنوان الأول في جريدة الرؤية مشاهدينا الأحبة: إعلان أسعار الوقود لشهر سبتمبر بالسلطنة. والخبر الثاني: سعر نفط عمان يقترب من 46 دولار. والخبر الأخير: فعاليات نوعية في النادي الثقافي، ومن أعلامنا تحتفي بالأديب إبراهيم العبيداني. هذه كانت بعض من عناوين الصحافة المحلية مشاهدينا الأحبة، نسعد أيضا بمتابعتكم الطيبة لبرنامج قهوة الصباح. ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير، وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم لمتابعتنا ومساحاتنا الحوارية، كونوا معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحباء، وإن شاء الله صباحاتكم تكون عامرة أيضا بالفرح والسعادة. إذن أولى محطاتنا ومساحاتنا الحوارية الحديث سيكون عن معرض ملكوت من تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. هذا المعرض عبارة عن قاعة افتراضية فيها أيضا عدد من اللوحات التشكيلية لفنانة تشكيلية حاضرة معنا اليوم في استديو برنامج قهوة الصباح، الأستاذة نائلة بنت حمد المعمرية، فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا بك أستاذة نائلة، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح النور، أهلا فيكم أستاذة. في البداية لو نتحدث أكثر عن فكرة هذا المعرض، ولماذا أيضا اخترتي اسم الملكوت للمعرض؟ فكرة المعرض أني أخذ دراسة تفصيلية عن الطائر، مخلوق الطائر بكل أنواع العصافير طبعا. جميل. خلينا نقول الملكوت هو كلمة أو تشبيه مجازي للمعرض. طبعا مستحيل نحن بنعبر في يوم من الأيام ولو بذرة عن ملكوت الرب، مستحيل. لكن كدراسة مني أنه الجمال موجود حوالينا، الجمال خلق أصلا. فالإنسان يكتسب هذا الجمال وهذه الدرجات اللونية وهذه القوة اللونية في أعماله من اللي حوله. فالفنان بشكل عام يعبر ما حوله، سواء كانت قضايا، أشكال، مناظر، إيش ما كانت. فأنا خذيتها لأنه ليش ما أشوف التناغم اللوني والتضاد اللوني وتراكب الألوان مع بعضها من بعض من مخلوقات الله. فشفت كائنات كثيرة طبعا وأشياء جميلة بأمانة وتضاد لوني غريب ويندهش العقل الإنساني فيه. بس خضيت الحين قلت أنا بأخذ عنصر الطائر فقط وأعبر عن جماليات الألوان وتناغمها وتضادها اللي تخلي الإنسان يعني ينشد إنه يشوف العمل، بس بأسلوب إيش تقريدي، يعني مبتعدة ابتعاد كلي عن تفاصيل الأمور في اللوحة. ما أرسم الطائر كطائر، أرسمه بأسلوبي الخاص. جميل. مبتعدة عن تفاصيله ودقائق الأمور. استخدمت درجات اللون كما موجودة في الطائر، يعني ما عطيته لون أنا ما شفته، لا، موجود في المخلوق نفسه وأنا حطيت بس اللون نفسه بس بتقنيتي الخاصة. جميل. يعني الآن لوحاتك تتغنى بالألوان والجمال، وجميل أنك أنت طرحتي أيضا هذا الموضوع من خلال حديثك عن اللوحات. أنا هنا سؤالي، كيف تعاملتي مع الألوان وكيف أيضا اخترتيها، وما دور الألوان في إغناء اللوحة وأيضا أنها تعطي جمالية رائعة للوحة؟ شوفي، اللون هو عنصر من يعني العناصر الأساسية في اللوحة التشكيلية. هذه معروفة يعني. فأنا حاولت إنه ما أغير من درجة اللون كما قلت من الشكل المرسوم، ولكن استخدمت خامات أخرى بحيث إنها تظهر لي الملامس. يعني في بعض العصافير بتحصل إنه لا، الريش معطنش تعرق، فأنا خضيت خامة مثل الجسو أو خامة ديكورية نستخدمها الله يكرمكم في السيراميك، في الباتي هذه اللي اسمها. أيوة. كذا في تلازقهم، في التساقهم. فأخذ هذه الخامة وأعطيها يعني ضربة معينة مع غراء معين مع كذا، فتعطيني الملمس اللي أنا أريده اللي يوحي أصلا بحركة الريش. جميل. نحن نشاهد هنا أيضا بعض من لوحاتك الجميلة وهذه الألوان اللي اخترتيها في اللوحة. طيب بغينا نعرف أيضا عدد اللوحات المعروضة في المعرض الافتراضي أستاذة نائلة. هم 31 عمل تشكيلي. طبعا تنوعت العصافير في منها يعني من البغبغاء، من كذا من كذا من كذا، يعني الأنواع الطيور. نعم. أخذتها من زوايا مغايرة، يعني ما خضيت إنه من شكل العصفور نفسه، لا، مرة أخذ الله يعزكم الذيل، مرة أخذ الريشة، مرة أخذ لا من عند الأقدام، مرة أخذ الرأس بس. ففي لوحات نقدر نرجعها إنها هي عصفور، هيئتها بشكل عام عصفور. جميل. وفي لوحات لا، وفي اعمال مثل هذا العمل اللي كنت ظاهر قبل شوي، تحس الالوان نازله من فوق. انا كنت هنا اقول اترجم فيها انه الجمال هو جمال رباني. يعني الجمال الحقيقي هو الجمال الرباني اللي الله خلقه. التناغم هذا اللوني وهذا الجمال اللي موجود حتى نشوفه في الورود، نشوفه حتى في العالم البحار. فهذا التناغم نفسه ما من يعني ما من صنع الانسان، لا،
هذا موجود وخلق علينا، بس نحن نركز ونشوف ونتعلم إيش هو اللون وإيش اللي يناسبه ويتناسق يعني معه من المخلوقات اللي ربنا خلقها. نعم، دائما الألوان سبحان الله تعطي حياة للوحة، ولكن كل فنان له أسلوبه الخاص أكيد في رسم اللوحة. طيب، المجتمع والناس والحياة وأيضا الوجود والتساؤلات أقاليم متعددة، أنت من وجهة نظرك كيف تنظرين إليها بمفهوم الصورة؟ أنا دائما أقول أي منتج فني هو عبارة عن لغة في حد ذاتها من غير كلمات. نعم. فيخاطب كل الأجناس، كل الأقاليم، كل المجتمعات وين ما كان. فاللوحة وحدها أنا أشوفها وحدها تكلم، تعطي حوارها يعني مع الشخص، مع المشاهد، مع المتذوق. يعني أنا لما كنت أشتغل في الأعمال، طبعاً الحين سنة كاملة أنا أشتغل فيهم، كنت أخذ رأي بعض الأشخاص حتى عندي في البيت إنه إيش رأيكم؟ فتحصل كل واحد له انطباعه، له زاويته ونظرته. فالحمد لله الكل بشكل عام اتحصليهم لا ينوصلوا لنفس النقطه اللي ترضيني انا. جميل. فالحمد لله انا حسيت انها لها يعني ايجابيتها اكثر. جميل. من لازم انها حلو. يعني لان الالوان ايجابيه تعطي طاقه كذا ايجابيه للشخص. جميل. هنا سؤالي ايضا استاذه نائله، يعني هل بالضروره ان تنطوي اللوحه التشكيليه عن معاني محدده، ام ان الافضل ان يفسرها كل متامل كما يشاء؟ انا بالنسبه لي يفسرها كل متامل كما يشاء. الحين نحن نشاهد الان بعض الصور، يعني كمثال هذه الصوره، شو هي؟ هذه طائرين أصلاً مع بعض كذا بتكوين، وموجودة الصورة كما هي على فكرة، بس أنا أخفيت بعض الأجزاء وأظهرت بعض الأجزاء وحطيت فيها مثل صب ألوان، يعني تآكل اللون نفسه. فالمتتبع إلي أظن في السوشيال ميديا وخاصة في الإنستغرام، أنا دائماً أحط في عندي في ستوري خطوة بخطوة إيش أسوي. كنت مشتغلة في هذه أمام الـ يعني المتابعين، وحتى ضربت يعني صب اللون على جهة اليسار كثير جاني تساؤل، أنت استخدمتي أي خامة صارت هذا الملمس؟ هي خامة بسيطة جدا يعني، فبس أنا كنت أريد أن توحي فيها ملمس ليونة بالإضافة إلى أنها خشنة. جميل. ومزجت ما بين خامتين متضادات، خامة زيتية مع خامة مائية، فمستحيل يتجانسوا. فبس عشان أوحي بالإحساس نفسه اللي أنا أريد كنت أوحيه باللوحة. جميل. أيضا هنا لوحة أخرى لو نشرحها للمتابع الكريم. هذه طبعا هذه رؤوس نفسه والمنقار للعصفور. نعم. أيوة. بالضبط. بس أنا أكرر يعني تحت المنقار طبعا ما في لون، فضاء مفروض. بس أنا أكرره بحيث إنه يكون إنه يعني شكل غير مفهوم، أنا ما أريد اللوحة تكون مفهوم، أريد تصير حوار بين المتلقي والمشاهد وبين اللوحة. جميل. يعني يشوفوا إيش هو بمنظوره. هذه اللوحة أيضا شدت انتباهي كثير. أيوة، هذا عصفور طبعا كما هو، بس المنقار طبعا أخفيته أخفاء كامل بحيث إنه يتلاشى. صحيح. وحطيت الدرجات اللونية له للجهة اليمين، وعطيت إحساس الريش إنه ريشه يعني كذا منساب، شعره كأنه شعر أكثر من كونه ريش. بالضبط. صحيح. بس في نفس الوقت طبعا هو واضح من الرقبة إنه هو أصلا طائر يعني. بالضبط. صحيح. طيب استاذنا إلى أيضا كيفية الوصول للمعرض الافتراضي، الطريقة بالضبط. والله هو كان فكرة المعرض مفروض كان تقام شهر نوفمبر في أحد الأماكن وأجلته. أيوة. وبعدين صار اتفاق مبدئي إنه يقام في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية شهر 3، شهر مارس الماضي. فبسبب الجائحة حالياً وكذا تم تأجيل الفعالية، وبعدين قبل 3 أسابيع تقريباً. نعم. صار نقاش بيني وبين إدارة الجمعية إنه بما إنه راكنين المعرض وما في فعاليات يعني حية. نعم. نوجد آلية معينة، فطبعاً كان اقتراحهم إنه ليش ما نعمله افتراضي. قلت لهم على الرحب، بالعكس ممتاز يعني نعمله افتراضي. فباشرنا في العمل طبعا من صور من كذا من المواد كلها، والحمد لله يعني إدارة الجمعية اشتغلت شغل بأمانة يعني يشكروا عليه.
كثير كانوا دقيقين، يعني خاصة المصمم وكذا كان دقيق في اختيار القاعة. أيوة. وكان في تشاور دائم إنه هذه القاعة أنسب، لا هذه القاعة أنسب، لا شيل، لأنه فيها اللوحات فيها ألوان كثيرة، فما نريد مثلا مساحات مفتوحة تظهر المناظر الخارجية في قاعات مفتوحة. أيوة. فألوان من خارج مثلا زهور ونباتات وكذا على ألوان لوحات تصير مثل شوشرة يعني في للرأي. فكان اختيار يعني قاعة ورا قاعة ورا قاعة، ما شاء الله يعني اشتغل الحمد لله لحد ما أوجدنا قاعة معينة ترضينا نحن الطرفين كإدارة وكفنان. جميل. بدأت بتاريخ 26 أغسطس والمعرض طبعاً ما زال مستمر افتراضياً. هنا أريد أعرف مثل ما سألت كيفية الوصول لهذا المعرض، هل هناك يعني رابط موجود ممكن أنه الشخص أو المتابع يدخل لهذا الرابط ويستمتع أيضاً باللوحات؟ الرابط موجود، هو أعلن تاريخ 26 والرابط موجود، المجرد أنه نضغط على الرابط. طبعاً في البداية صورتي الشخصية وتحتها Enter Exhibition يعني تدخل المعرض، أو تقري وتحته يعني مثل نبذة تعريفية بالعربي وبالإنجليزي عن المعرض، ليش هو الملكوت، ليش اخترت كلمة الملكوت وإيش أعبر من كلمة الملكوت. جميل. بالذات. وبعدين نضغط على الـ Enter Exhibition وتدخل القاعة ويوضح لك حتى في نوتة كذا أنك تروح يمين أو يسار وتضغطيها يعني أكس، لا وفي الأسهم تحت عاد أنت تحركيها بروحك. أيوة. يعني تحركي القاعة كأنك أنت موجودة. والحلو فيه أنا دائما حتى علقت في الانستغرام إنه دخلوا القاعة صدقوني ما فيها زحمة، يعني أنت بأريحية بتشوف العمل. حتى تضغطي على القاعة يعني على اللوحة تكبر اللوحة تتقرب، تضغطي عليها تظهر لك تفاصيلها، مقاسها، سعرها إذا كان لها سعر، ما شابه كذا، يعني هالبيانات موجودة فيها. جميل. فالحمد لله. طيب يعني أستاذة، هل لمستي أيضا ردود فعل إيجابية من المتابعين والمهتمين في مجال الفن التشكيلي؟ يعني لحد يومش هذه قبل أن أطلع حتى حل اللقاء ردود إيجابية يعني 100%. الحمد لله. جميل. أنا أقول كمعرض شخصي افتراضي أول في السلطنة ونجح النجاح، أنا يعني أحمد ربي وأشكره الحمد لله. وطبعا هذا ما بس عشان لوحاتي أنا نقول جميلة أو ما جميلة، طبعا فيها أكيد انتقادات وتكون انتقادات بناءة، وبالفعل خضيتها من بعض الدكاترة يعني يبلغوني أنه لو كان كذا لو كان كذا، لكن لما وضحت فكرتي أكثر هم اقتنعوا أنه لا هي فكرتها كذا. أيوة. خلاص الأمر يعني بالنسبة لهم إنه متكامل حاليا والكمال لله، لكن كجهود متكاملة من كما قلت إدارة الجمعية وكفنانة يعني أقامت المعرض الحمد لله لعبت دور كبير إنه المعرض يعني ينجح نجاح كبير، ولحد يومنا هذا الحمد لله ردود رائعة. جميل. وإن شاء الله هو بعد الجائحة بإذن واحد أحد، وبعد طبعا قرارات اللجنة أنها تسمح أنها تفتح الأمور، بتنعرض الأعمال في القاعة حيا إن شاء الله في الجمعية للجمهور وللمتذوقين ولطلبة الفنون، لأنه لازم نلمس هالأشياء، يعني القاعة الافتراضية لا تغني عن الواقع الحقيقي أنك تشوف اللوحة. صحيح. وكفكرة أنا حاطتها في بالي أنه إن شاء الله بإذن واحد أحد أحط اللوحة وأحط جنبها صورة الطائر والجزء اللي أخذت منه يعني كتركيز وكفوكس مني، أي جزء أنا اللي أخذته. يعني في بعض الطيور لا كأني فردت الريش كامل. أيوة. ورسمته، بعضها لا كأني رسمتها كلها داير ما يدور بطريقة يعني ما أعرف، أنا أحيانا أقول كنت رايقة شكلي وأنا أرسم في بعض اللوحات. حمستيني بصراحة أني أدخل الرابط وأشوف هذه اللوحات الجميلة. شكرا لك الأستاذة نائلة بنت حمد المعمرية، فنانة تشكيلية، لك كل التوفيق إن شاء الله في هذا المجال، مجال الفن التشكيلي. شكرا. الله يخليكم. مشاهدينا الأحباء، نحن أيضا نتواصل معكم في قهوة الصباح، متابعات كثيرة. نروح الآن إلى فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم من جديد، كونوا معنا. سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن، يا بلادي يا روح وذات، يا حضنتي
حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن، حبك في هالعرق انكتب ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب قديم من عمر الزمن، يا عمان ما غيرك وطن، حبك في هالعرق انكتب ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب قديم من عمر الزمن، يا عمان ما غيرك وطن، يا بلادي يا روح وذا، يا حضني فيك حضنك حياة، ندعي لك سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن. عن خير خلي يا عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لا ولن، والله من مثلك وطن، كيف النجاز يا عماننا، عن خير خلي يا عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لا ولن، يا عمان ما غيرك وطن، حبك في هالعرق انكتب ما له تفسير وسبب. وعمان دائما جميلة بكم مشاهدينا الأحبة، وفي هذه المساحة بإذن الله سننتقل بكم مباشرة إلى محافظة الداخلية، بالتحديد الجبل الأخضر، هذا الجبل أيضا الذي يمتاز بموسم حصاد الرومان في شهر أغسطس وسبتمبر من كل عام، ويتميز أيضا بجودة ولذة الرومان. مع الزميل الآن ننتقل بكم إلى زميلنا علي بن جمعة الريامي. أهلا وسهلا بك علي وصباحك خير. إذا عندك مشوار إلى مسقط إن شاء الله يوم من الأيام زين تجيب لنا بعض من الرومان. صباح الخير حوراء، وتحية صباحية لكل المشاهدين الكرام في ربوع هذا الوطن العزيز، من هنا من ربوع الجبل الأخضر، هذا الجبل بكل ما فيه من هذه الخيرات الموسمية خلال فصل الصيف، ومغروسات الفاكهة التي دائما ما تزخر بها أراضي الجبل الأخضر. بإذن الله حوراء إن شاء الله سوف كل من يزور هذا الجبل لابد له أن يتذوق هذا الرمان الذي يتميز طبعا بجودته العالية وكذلك مذاقه الطيب. خلال هذه الفترة وبالتحديد من أواخر شهر أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر، دائما يمثل حصاد محصول الرمان حدثا مهما للمزارعين هنا في الجبل الأخضر. هذا المحصول يعني هذا العام قد يكون محصولا وفيرا نتيجة الرعاية التي دائما تبذل للاهتمام بهذه الشجرة، شجرة الرمان هنا في الجبل الأخضر. سنتحدث بالكثير من التفاصيل حول هذا المحصول خلال هذه الفترة، وكذلك إنتاجه مع أحد المواطنين هنا في الجبل الأخضر الفاضل منصور بن سالم الفلاحي. تفضل منصور. بعد الترحيب بك منصور، لو تحدثنا وتطلع المشاهد الكريم حول محصول الرمان خلال هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم بتلفزيون سلطنة عمان في الجبل الأخضر. طبعا شجرة الرمان شجرة مباركة وفاكهتها مباركة وطيبة، ورد ذكرها في القرآن في عدة مواضع، وشجرة الرمان تمثل عنصر اقتصادي وفير لأهالي الجبل الأخضر. وكما ذكرت في هذا الموسم تبدأ جني المحصول
من نهاية شهر أغسطس وإلى نهاية شهر أكتوبر، فالمزارعون في هذا الوقت يهتموا بقطف شجار الرمان، فتبدأ القطاف في يعني قطف الرمان الأكبر يعني الثمر الأكبر، ثم بعد ذلك حتى تأتي الأصال، ثم نفس الشيء للرمان المصاب والرمان اللي متفلق هذا، فيبدأ حصاده في هذه الفترة. هل هناك أنواع معينة للرمان هنا في الجبل الأخضر ولا كلها نوع واحد؟ طبعا في الجبل الأخضر الرمان أنواع متعددة، ما كثيرة لكن متعددة، فمنه هذا الرمان اللي هو الحلو الحار هذا إنزين اللي يكون في المزارع، ونفس الشيء عندك هذا الرمان الحار يكون نوعين، نوع يعني قصم لتسوي حبة تسوية ثقيلة، والنوع ماذا القضماني اللي مذاقه سهل، ونفس الشيء عندك الرمان اللي هو مثلا الملاسي، هذا الملاسي تكون حبته كبيرة إنزين ويميل من يعني كما تقول لونه إلى اللون من الأحمر إلى الوردي إنزين، ويكون طعمه نفس الشيء حار مع الحامض، ونفس الشيء عندك رمان الحامض، لكن هذا الرمان الحامض ما يكون مزروع في المزارع، يكون هذا موجود في الأودية والأماكن في أماكن الأودية والشراب يعني مثلا. هل القرى هنا في الجبل الأخضر يعني هل كل الزراعات وكل الأشجار بأنواعها كلها موجودة في القرى، ولا هنالك نوع معين مثلا تتميز به قرية معينة في الجبل الأخضر عن منطقة أخرى؟ طبعا ثمار الجبل الأخضر كثيرة من بداية الحصاد، مثلا من بداية الصيف يعني أول شيء محصول الثوم العماني، ثم بعدك الزراعات المختلفة، ثم بعد ذلك مثلا المشمش والخوخ إنزين والتين والعنب، يعني كما تقول لفترات معينة، ثم يأتي بعد ذلك الرمان في نهاية الموسم، وكما تقول الرمان يعني كما تقول مختلف. كما ذكرنا مشاهدينا الأحبة، الحديث في هذا الربط المباشر والحي عن حصاد الرمان في الجبل الأخضر، واعتقد أن هناك صارت عندنا مشكلة في الصوت، فكل التحية أيضا للزميل علي بن جمعة الريامي. إذن مشاهدينا أيضا نحن نتواصل معكم في متابعات مختلفة في قهوة الصباح، نروح الآن إلى فاصل قصير وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم إلى محطتنا الأخيرة، كونوا معنا. نوع من أنواع عشبة اليانسون تطلق عليها عدة مسميات، النجم الصيني أو نجمة اليانسون، تسمى نجمة نظراً للشكل الذي تتخذه على شكل النجمة، وهي عبارة عن قشرة صلبة ذات لون يشبه لون الصدأ، وتنحدر أصولها من بلدان آسيا كالصين والهند، ويستخدم اليانسون في البهارات في المطبخ الصيني كواحدة من أنواع التوابل التي تضفي نكهة طيبة على الطعام ومذاقا رائعا. يمكن للإنسان تناول نبتة على شكل مشروب ساخن بأخذ ملعقة من اليانسون وإضافتها إلى الماء المغلي وتركه ينقع ثم شربه، أو مضغ قطعة من نجمة الأرض دون غليها أو نقعها. يشار إلى أنه قد جاء ذكرها في المخطوطات الفرعونية في الوصفات العلاجية كالتخفيف من السعال، الغازات والانتفاخ، والتحسين من فقدان الشهية والتهاب الرئة، والتقليل من اضطراب المعدة، ولكن ليست هناك أدلة علمية كافية
تؤكد فعاليته. مشاهدينا الأحبة، هذه لقطات مسجلة من ولاية صور. شاهدنا بالأمس بعض من الصور والمشاهد الجميلة، ولكن هذه اللقطات الآن حصرية لبرنامج قهوة الصباح، ما شاهدناها بالأمس، والجزئية أيضا من بعض من المناظر والأجزاء الجميلة من ولاية صور. نتمنى أيضا مشاهدينا أن هذه الفقرة من مشاهد من عمان تنال على إعجاب الكثيرين، اللي بالفعل أعتقد أنهم يعني يعشقوا هذه المناظر الجميلة من عمان الغالية. وأيضا مشاهدينا، في الأيام القادمة من برنامج قهوة الصباح سنرصد لكم مجموعة من المشاهد من مختلف محافظات السلطنة وولايات السلطنة لنشاهد جمال عمان الغالية. We'll be right back.
مشاهدينا الأحبة، اللقطات الجوية اللي شاهدناها قبل قليل من ولاية صورة كانت بعدسة زميل سعيد الهادي والنقل أيضا الخارجي المهندس هشام العلوي، فكل التحية لجميع الزملاء الذين يرصدون لنا أيضا جماليات سلطنتنا الحبيبة. إذن رح ننتقل بكم الآن مباشرة من جديد إلى محافظة الداخلية بالتحديد الجبل الأخضر مع الزميل علي بن جمعة الريامي بعد انقطاع الصوت. أهلا وسهلا بك مرة أخرى علي، وصباحك خير مرة ثانية. أهلا وسهلا حوراء، ونعتذر على الخلل الفني البسيط. سوف نعاود الحديث حول حصاد محصول الرمان هنا في الجبل الأخضر مع ضيفي الكريم منصور بن سالم الفلاحي. نعم منصور، كنا نتحدث حول هذا المحصول، وكذلك الآن خلال هذه الفترة تسويق محصول الرمان خلال هذه الفترة، وبالأخص في ظل جائحة كورونا، وكذلك توقف الأسواق، مثلا أكثر سوق كان يسوق في هذا المنتج مثلا في سوق نزوة المناداة بالمعنى المحلي، فكيف يتم تسويق الرمان خلال هذه الفترة؟ طبعا كما ذكرت الأخ علي إن كان التسويق يكون مثلا في سوق نزوة، طبعا بظل جائحة كورونا الآن تقريبا أسواق المزايدة متوقفة يعني إنزين، فكان في نزوة وكان في بهلة وكان في سمايل يصل إلى أسواق معينة إنزين. الآن أصبح الآن كما تقول، ونفس الشيء التسويق كان موجود في الجبل الأخضر، ناس تأتي من مختلف مناطق السلطنة إنزين، ويكون موجودين الباعة متجولين في سيح قطنة إنزين، وفي القرى الموجودة نفس الشيء في وادي بني حبيب وفي سيق وفي كل القرى، فيبيعوا الرمان عن طريق هذه يعني كما تقول عن طريق مظلات بسيطة إنزين. ونفس الشيء عندنا جمعية الرمان إنزين تأخذ من المواطنين حتى تسوق في إيش في مراكز تجارية مختلفة إنزين. والآن كما تقول أصبح هذا التسويق، ونفس الشيء نفس الشيء للرمان مثلا يأخذوا ناس مثلا كان نفس الشيء مواطنين دول مجلس التعاون نفس الشيء كان يجي يعني ويشتري من يعني تسوق، لكن نفس الشيء الآن بظل الجائحة توقفت مثل الحدود والمطارات وهذا، فيمكن هذا يؤثر على محصول الرمان. وأنا الآن أطالب مثلا بالنسبة للمواطنين عمل كما تقول مظلات لبيع الرمان في مكان يعني كما تقول من محدد مكان محدد في الجبل الأخضر حتى يصل كل إنسان. الآن محصول الرمان يعني بجودته المشهورة في على سواء كان على مستوى السلطنة أو حتى خارج السلطنة، هل يمثل فعلا هذا المحصول مردود اقتصادي مجزي فعلا للمزارعين واهتمامهم الكبير بهذا المحصول؟ طبعا المحصول الرمان يعني كما تقول على قوته وهذا يعطي إيش كما تقول بعد يعني كما تقول مردود اقتصادي للشخص للمزارع، فهو يقول يسوق الرمان هذا ويبيع ويحصل على مردود وفير بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك منصور بن سالم الفلاحي أحد المزارعين هنا في الجبل الأخضر، وذلك كان للحديث حول هذا المحصول في الجبل الأخضر وكذلك جودة هذه الثمار. دائما نقول على أن هذه الثمرة ثمرة الرمان ذات الشكل القرمزي التي تحتوي دائما تلك الحبيبات، هذه الحبيبات التي دائما نشبهها مثل حبيبات دائما مذاقها جميل، وكذلك أيضا تمثل أيضا وشكلها أيضا دائما تغري كل من يأتي إلى هذا الجبل وتذوق طعم رمان الجبل الأخضر، وكذلك هذا المحصول دائما يمثل مورد أيضا سياحي تجد سواء كانوا من هنا من داخل السلطنة أو حتى من خارجها دائما ما يأتون قاصدين لشراء هذا المحصول. نعم حوراء. نعم شكرا لك الزميل علي بن جمعة الريامي من محافظة الداخلية بالتحديد نيابة جبل الأخضر، الحديث كان عن موسم حصاد الرمان. مشاهدينا الأحباء نتواصل معكم، وبعد الفاصل بإذن الله سنكون قريبين من أول عمانية تغوص بكرسي متحرك، كونوا معنا. We'll be right back.
شاهدنا لقطات مسجلة ومشاهد من محافظة مسقط مشاهدين الأحبة. هذه المشاهد تعرض لأول مرة في برنامج قهوة صباح، ما عرضناها الأسبوع الماضي وحبينا نعرضها اليوم في برنامجنا، وكل التحية أيضا للمصور أحمد السعدي. ونؤكد مشاهدين الأحبة على أن الوعي المجتمعي والفردي واجب أساسي للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، ووسائل الوقاية كالتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة لا تزال مطلوبة للحد أيضا من انتشار هذا الفيروس، وأيضا تجاوز هذه الجائحة بكل أمان بإذن الله. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ملتقانا راح يتجدد غدا في قهوة الصباح. نتمنى لكم نهار سعيد ومتع بإذن الله. لكم منا أجمل التحايا، إلى اللقاء.